في فقرة نافذة شبابية سنناقش موضوع مهم وهو كيف نحول مشاعرنا إلى مشاريع مع خبير التنمية البشرية الدكتور محمد بشارات. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور محمد، ما هي المشاعر التي نتحدث عنها التي يمكن تحويلها إلى مشاريع فيما بعد؟ يعني أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل الله يحفظكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نتحدث عن المشاعر، احنا نتحدث عن تجربة واعية وتجربة عقلية مليئة بالنشاط والحيوية. والمشاعر التي نتحدث عنها، مشاعر التي تتحول إلى مشاريع، هي بنوعين، قد تكون مشاعر سلبية وقد تكون مشاعر إيجابية. ولكن فكرة أن تتحول إلى مشاريع، للأسف الشديد أكبر المشاكل التي يعانيها المجتمعات اليوم والأشخاص بشكل خاص، أن هذه المشاعر التي تكون لديهم هي تتحول إلى أمراض وإلى آلام ولا إلى إحباط، ولا يمكن أن تخرج إلى مشاريع حقيقية على الأرض. وأعطي مثال بهذا الموضوع. إحنا دائما حينما يتملكنا الحزن في بعض الأحيان، بالعادة الإنسان اللي بيتملك الحزن بروح للإحباط والانطوائية وعدم التفاعل وعدم التشارك مع الآخرين، وباخذ جانب البكاء الشديد، عدم الفعالية في هذا الموضوع. مشاعر الفرح، المؤمن بطبيعته لابد أن يفرح وأن يكون لديه مشاعر السعادة، ولكن في فرق فهم ديني حتى أنه بهذه المقضية خاطئ. مثال، لما تحدث عن مشاعر الفرح، مشاعر الشكر، هل الشكر هو فقط مشاعر؟ أنا هنا أفهم المشاعر الإيجابية أو السلبية أن تتحول حقيقة إلى مشاريع على الأرض. حتى لو كنت في حزن شديد على ضياع أرضي، ولكن تتحول عندي مشاريع المقاومة، مشاريع العمل، مشاريع إنتاجية. حتى لو كان عندي مشاريع الفرح، السعادة لأصدقائي، لأهلي، لنفسي، تتحول إلى مشاريع على الأرض. المقصود هنا يعني بزبدة الحديث، أن أكون شخص منتج فقط، مش أكون شخص يعني متلكئ فقط أعبر عن المشاعر وأكتب تلك الأشعار. لا، بدنا اليوم نتحول تتحول هذه المشاعر إلى مشاريع فاعلة على الأرض. وهون بصير برمجة العقل الباطن على فكرة، وهذا قضية لها علاقة بعلم النفس، وهذه مسألة مهمة جدا. إنه أنت شخص إذا بديت تفكر بس بوعي، لأنه إحنا نتحدث التفكير والمشاعر هي نشاط، التفكير والمشاعر هي تجربة واعية في عقلك. إذا هذه المشاعر هي أصلها بأفكار، يعني إذا ملكتها أفكار سوية وسليمة وصحيحة، وبدأت تتحول بالعقل الباطن إنك تفكر بإنتاجية، هنا بتصبح مشاعرك مشاعر متزنة، ومش مشاعر متألمة أو مشاعر محبطة أو مشاعر ما فيها إنتاجية. على العكس، تصبح المشاعر متزنة، وهذا يعني أنك شخص متزن بحياتك. هذا اليوم اللي نبحث عنه، أن تصبح شخص متزن وشخص حيوي. سبحان الله، في جزئية كمان بدي أضيفها. حتى في الحب، لما نتحدث عن المشاعر، النبي صلى الله عليه وسلم حط يعني خط واضح للحب، أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما. الحبيب حتى لا يكون بغيض، والبغيض حتى لا يكون، والبغيض حتى يكون محب. هنا في معادلة التوازن في عملية المشاعر، حتى الغضب مرفوض إنك الواحد يتحول لألم شديد، لأنه اليوم الدراسات بتقول إنه بصير مرض. والسعادة ما تكون كثيرة حتى ما تكون إنسان يعني خيالي وإنسان مش واقعي. طب يعني حتى المشاعر السلبية برأيك هل يمكن أيضا تحويلها إلى مشاريع، أو يعني تبديلها من مشاعر سلبية إلى شيء منتج؟ طبعا، يعني والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. خلينا ننظر ونشوف قصص الناس الذين يعني عانوا في حياتهم، من الأشخاص اليوم اللي أسماءهم لامعة في العالم ككل، هم بالأغلب مروا بمشاعر مؤلمة ومؤذية جدا، لكن تحولت المشاعر عندهم إلى مشاريع إنتاجية. تحول اليتم إلى إنتاج، تحول السجن إلى إنتاج، تحول الإبعاد إلى إنتاج، تحول الاضطهاد إلى إنتاج. نعم، المشاعر السلبية إذا أنت خدتها بوعي، وهذا المقصود فيها، يعني المقصود في المشاعر السلبية حالة التألم، حالة الحزن الشديد، فقدان الحبيب، الألم ممكن من الاعتقال والاضطهاد. لكن هذه المشاعر الكامنة حينما أخذها بوعي، وهذا مسألة كثير مهمة، بوعي وبفهم، تتحول إلى مشاريع منتجة. والقصص على ذلك كثيرة جدا من التاريخ الإسلامي والبشري إلى اليوم الواقع الفلسطيني والواقع العربي. كثير من قصص الناس الذين تألموا، تعلموا قاعدة جدا جميلة، وهي تألم فتعلمت فتغير. إذا كان الألم أعطاك معلومة وأعطاك علم، النتيجة بالتأكيد هي التغيير. والمقصود هنا التغيير الإيجابي، لأنه الألم الشديد يولد عندك حاجة الفهم. لذلك دائما بنقول إنه التجربة الفاشلة هي تعطيك معلومات أكثر من التجربة الناجحة، لأنك تتعلم من أخطائك وتتعلم من ألمك. المقصود هنا بوعي، يعني
دائما حتى يكون المشاهد الكريم يعني واعي للمعلومه اللي بحكي فيها، ان تكون بوعي. يعني انا مش مقصود فقط اني انا اخذ المشاعر السلبيه وابكي، لا، هذا البكاء يتحول الى فعل، هذا الحزن يتحول الى فعل. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على امراه فاقده لابنها تبكيه على القبر، يمر عليها: هوني عليك يا امراه تقول له اليك عني، يعني حل عني بالمعنى للاسف العادي. يقول لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبت له، كان عبارته الجميله: الصبر عند الصدمه الاولى. تصاب بالحزن، ولكن الحزن لابد ان يتحول الى صبر، يتحول الى مصابره، يتحول الى صمود، يتحول الى افعال على الارض. ولعل اليوم ما نشاهده في واقعنا الحياتي بيعطينا بشائر انه الانسان الواعي في مشاعره ولو كانت سلبيه هو قادر على الانتاجيه في حياته، الواعي في مشاعره ولو كانت مؤلمه هو قادر على التغيير في حياته، لانه في النهايه هو اخذ الالم، اخذ الحزن بوعي، بادراك، وفهم ان المطلوب منه الانتاجيه، مطلوب منه العمل، مطلوب منه رده فعل ايجابيه حتى يكون يعني متميز. وهون سبحان الله مساله عجبا لامر المؤمن: ان امره له كله خير، في السراء شكر وفي الضراء صبر، وليس ذلك الا للمؤمن. على فكره شو الشكر المقصود هنا؟ واعملوا آل داود شكرا، الشكر مقصود في العمل. يعني حتى المشاعر والالام اللي بتعرض لها المؤمن تتحول الى مشاريع على الارض بالافعال الواقعيه والانتاجيه في التعامل مع الحياه ومع الذات. طيب، يعني اليوم اذا ما استعرضنا كثير من الكتب ومساحات كبيره تفرد لموضوع يعني خاصه في التنميه البشريه لموضوع قوه التفكير واهميه برمجه العقل الباطن والبرمجه اللغويه العصبيه وما الى ذلك من الامور، في المقابل هناك اصوات كثيره تقول انه هذا هو فقط بيع للامل ولا يمكن تطبيقه. يعني اليوم كيف أخرج أنا من هذه الجدلية؟ كيف أقنع الإنسان العادي أنه أنا بقوة تفكيري أستطيع أن أتحسن، في حين أن الكثير يقول أنه ما في، هذا الكلام كله غير صحيح، ويهاجمون ربما التنمية البشرية ككل؟ طيب، أنا حتى نكون علميين بدنا نبتعد شوي عن التنمية البشرية ونروح للعلم ونروح للمعلومات ونروح للدراسات العلمية الحديثة، ونأخذ الجامعات العالمية مثال جامعة هارفارد. تثبت اليوم الدراسات العلمية، لما أقول تثبت، المراجع مليانة وموجودة وبإمكان الإنسان يرجع لهذه المراجع. تثبت الدراسات العلمية بلا نقاش أن ما تفكر به يصبح واقع. هذا دراسات، أصبح الموضوع أمر واقعي ودراسات تثبت هذه القضية. حينما يأتي علم التنمية البشرية أو أي علم آخر يثبت أو يعزز مفهوم أن ما تفكر به يصبح واقع، هذا أمر منهي منه. قبل كل ذلك الله يقول في الشورى: وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم. أنا السوء الذي يصيبني أنا كإنسان هو بكسب يدي، بطريقتي، بطريقة التفكير، بتعاملي. فإذا في النهاية النتيجة قبل التنمية البشرية هي تنمية الإنسان ابتداء قائمة على أفكاره ومشاعره وحاسيته. الفكرة والمشاعر، المشاعر الحديث قائمة على وين؟ على فكرة. الفكرة تأتي من طريقة التفكير عندك. مش هيك احنا قلنا المشاعر ما هي؟ هي تجربة واعية أو تجربة ونشاط عقلي موجود مرتبط بمشاعرك لكن مرتبط بفكرة رئيسية. بعيدا عن موضوع التنمية، وأنا أقول بكل صدق العلم يثبت أنه أفكارك تصل فيك إلى أنك تكون قادر على التغيير، الموضوع يحتاج إلى قرار. لذلك السعادة قرار والتغيير قرار والإرادة. يعني بالحديث عن القرار وباختصار، يعني دكتور اليوم حتى يعني يكون واضح للمشاهدين، أنه ما بكفي أنه أنا مثلا أحضر محاضرات للتنمية البشرية في هذا الموضوع قوة التفكير وكيف أحول إلى مشاريع واستثمار الطاقة الإيجابية، أنه هذا الشيء ما بيكفي إذا أنا تلقيته أو قرأته في كتاب أو حضرته محاضرات، لازم أترجمه على الأرض. كيف أساعد هؤلاء الأشخاص لترجمة هذه الأمور وكل ما يتعلمونه في هذا الموضوع إلى أفعال؟ يعني أنا سؤالك هنا سؤالك ملك ما شاء الله. أنا بدي أجاوبك ما تعلمناه من علمائنا على مساطب الأقصى. كانوا يقولون للعلماء وإحنا صغار جزاهم الله كل خير: من كان أستاذه كتابه غلب خطأه صوابه. اللي بظن أنه محاضرة ولا مقابلة تلفزيون ولا كتاب ممكن أن تعطيه العلم، هذا خاطئ. العلم بده يحتاج إلى تدريب وعمل وخبرة وفعالية على الأرض، مش بس كتابة ومحاضرة وكلمات مشاعرية في محاضرة ما ولا في ندوة ما وخلص والله أنا اكتنزت واكتملت في المعرفة. المعرفة لا تأتي فقط بهذه الطريقة، تحتاج إلى تطبيق على الأرض. وهون بحطي مثال سريع، ست خطوات رئيسية حتى يتحول الأمر لواقع، حتى يصير عندك التغيير الحقيقي. أولا دائما الإنسان يحتاج أن يلاحظ أنه عنده مشكلة ما أو يحتاج إلى تطوير مهارة ما عنده، فهي تبدأ بالملاحظة. الملاحظة الوحدة لا تكفي يا صديقي، تنتقل لمرحلة جدا بوعي وهي القرار، ونفسه القرار لوحده لا يكفي.
انا بلاحظ ان انا عندي مثلا مشكله بزياده وزني، او عندي مشكله اني غير مثقف، او عندي مشكله ما عنديش اراده، او عندي مشكله اني انا انسان مش منتج، او عندي مشكله مش قادر اجيب دخل اخر، هاي الملاحظه بديت اخذ القرار. القرار لوحده لا يكفي، يحتاج الانسان للتعلم، التعلم يحتاج الى معرفه وتدريب ومحاضرات وكليات، ويحتاج الى انه ياخذ من اهل الخبره واهل العلم، وان يذهب الى العمل والتطبيق الارضي. هنا يحتاج الى ايش بنسميه التعلم. التعلم بنقل لمرحله رابعه جدا جدا مهمه، وهي بنسميها الاستيعاب. كثير من الناس بتعلموا لمعلوماتك صديقي وما بيستوعبوا، وبكون تعليمهم على الفاضي وموجودين للاسف، يعني مش كل حدا هو صح حقيقه لا يستوعب. ممكن انت كتاب تنميه بشريه ولا اي كتاب اخر ويصير متعلم، على العكس تماما. الانسان يحتاج ان يستوعب. الاستيعاب يحتاج الى امر خطير جدا في عمليه التغيير، وهي رقم 5 الممارسه. اذا فعلنا هذول الخمسه نوصل للقاعده رقم 6 التلقائيه، يصبح الامر تلقائي بحياتنا. اكبر مشكله عندنا اليوم مثلا على انتاجياتنا وقراراتنا قضيه الوقت في مجتمعاتنا. مجتمعاتنا كلها تعاني من قضيه عدم احترام الوقت، لانه لا شايف له اهميه، ولا هو ملاحظ انه مهم الوقت في حياته، ولا ماخذين قرار انه نغير، ولا متعلمين مهارات استخدام او اداره الوقت، ولا مستوعبين قديش هذا مهم، ولا مطبقينه على الارض. اكيد ما راح يكون له تلقائيه، فيضيع الوقت بين الموظفين وبين الاشخاص وبين المجتمعات. ولكن بحاله الوعي والادراك، وهون المشاعر بتصير صحيحه اذا بنيت على فكره سويه، انك انت بتبدا تتعلم، بس بعد ما تكون لاحظت حالك، بعد ما تكون اخذت القرار، استيعابك وممارستك للامر يصبح تطبيق على الارض. هذه سداسيه بتساعد كل انسان يتغير، حتى ما يكون الكلام فضفاض وبس مشاعر وكلام هنا وهناك. لا، اذا انت اردت ان تتغير بدك تذهب للمصادر السويه والسليمه والصحيحه، وبدك تتعب، ويعني كما يقال تتعب بشكل قوي جدا. انا هون في قصه لأفلاطون جدا جميله، وممكن يعني من باب رمزيتها يعني كل متابعينا يتوصل لهم الرساله. نعم. افلاطون ايام كان في مجلسه جاء طالب اراد ان يتعلم العلم، فقال له تعلي بكره، فاخذه ثاني يوم على شط البحر، فبدا ينزل فيه شوي شوي لشط البحر حتى بدا يختنق، فيعمل في افلاطون بدا يغرق في هذا الشاب، يغرق بهذا الشاب حتى اختنق، وقال له العباره التاليه ولعل كل مستمعينا ياخذوها قاعده ومشاهدينا، قال له حينما تكون حاجتك للهواء، هاي حاجتك للهواء، كحاجتك للعلم، تعال تعلم عند أفلاطون. وهذا المقصود لكل واحد فينا، إذا كانت حقيقة هو يحتاج أن يتعلم، أن يتغير، أن يتطور كحاجته للهواء، يستطيع أن يتغير. فالتنمية وغيرها وأي علوم أخرى بتفيده فقط إذا شعر أنها بحاجة وفي رغبة وفي دافعية، ومشاعره الحقيقية المتقدة نعم. وجهته نحو هاي المنتاجية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد بشارات. إذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب، وأتمنى أن نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.